أكيد المهمة بقت أصعب على المنتخب القطري بعد ما نجح المنتخب الإكوادوري في إحراز هدفه الثاني. النتيجة ما تقلقش، لكن مستوى المنتخب القطري في افتتاح البطولة على أرضه ووسط جمهوره هو اللي الحقيقة يمكن إلى حد كبير كان مخيب للأمال. الإكوادور عموما، خليني أقول لكم، في بعض الدول كده في أمريكا الجنوبية بشوفها مناجم ذهب لم تكتشف بعد، منهم الإكوادور، منهم كولومبيا، واعتقد انه هنتابع ونشوف اسماء كتير جدا ممكن تكون موجوده عندنا في بما ان احنا قريبين طبعا من ميركاتو الشتوي على الاقل، ونروح نبص للمدارس دي. وعلى كل الاحوال هنتابع معاكم المباراه لحظه بلحظه طبعا يعني ما بيتابعهاش. وعلى كل الاحوال خلينا نتكلم اكتر زي ما تابعنا المجموعه A وB امبارح، هنتكلم النهارده على المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه ونستعرضهم ونشوف المواجهات الصعبه، وخصوصا طبعا فرص المنتخبات العربيه اللي بتشارك في بطوله كاس العالم، مع محلل الكره العالميه خالد عامر اللي بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا خالد. مساء الفل. دارت العجله؟ دارت خلاص اهو، يعني البدايه نتمنى الدور بشكل افضل من شويه كدا. من الاداء ده. النتيجه زي ما انت ما قلت بالظبط هي مش مقلقه، ولكن اول 30 دقيقه 33 دقيقه منتخب قطر ما جاش خالص، كلها بلالين وكلها كور مش دقيقه يعني. تمركزات دفاعيه سيئه جدا، تواجد هجومي شحيح جدا. كنت اتمنى العجله تدور بشكل عربي افضل من كده شويه، ولكن متعشم ان شاء الله انه الشوط الثاني الدنيا تظبط شويه. يعني كنا مراهنين على الارض والجمهور ان هم يعني يكونوا عامل مساعد لمنتخباتنا في العربيه اللي بتشارك في البطوله، لكن يبدو ان كره القدم او في مناسبه زي كاس عالم ما بتعترفش قوي بفكره الارض والجمهور. في حاجات بتبقى عوامل مساعده، زي مثلا لما لعبنا في البرازيل، لما شفنا كاس عالم البرازيل. المنتخبات الاوروبيه عانت في الاول في بدايه البطوله بسبب اختلاف الاجواء والرطوبه العاليه، اختلاف الحراره بتاعه البرازيل عن الملاعب الاوروبيه، خلت المنتخبات الاوروبيه تبدا بدايه سيئه شويه. باستثناء المانيا طبعا. باستثناء المانيا، لا، والمانيا يعني في الادوار اللي بعد كده تالقت اكتر في دور المجموعات ما كانتش بنفس القوه. ده اللي خلى منتخبات زي كوستاريكا، زي المكسيك، زي المنتخبات اللاتينيه هي متعوده على الاجواء دي، هي اللي تتالق اكتر. كنت مراهن اكتر على فكره اختلاف الاجواء، الحراره، الرطوبه ما بين قطر وما بين اوروبا هي اللي تؤثر. بس بعد الاستعدادات الكبيره، بس خد بالك يعني بين الخليج وافريقيا وامريكا الجنوبيه تشابهات كتيره جدا في حته الجو في الخليج لا، في افريقيا اوكي، في بتاع تمام، مش في افريقيا كلها طبعا، في افريقيا الشماليه يعني، او في شمال افريقيا الاجواء قريبه يعني شويه. اللي يعاني اكتر في اجواء دي ممكن الاوروبيين، ممكن بالزبط. امريكا الشماليه بالزبط. لكن اللي جاي من امريكا الجنوبيه بيلعب في حر وكده، ما عندوش مشكله. ده اللي كنت عايز اقوله لك، كنت مراهن اكتر على الاجواء. بس في مشكلتين. المشكله الاولى ان قطر اصلا عامله استعدادات عظيمه جدا عشان تبالانس شويه الاجواء، فعامله تكييفات مركزيه وعامله شغل عالي جدا. والحاجه الثانيه ان هم في الافتتاح بيلعبوا الاكوادور اللي اصلا متعوده على الاجواء دي. الارض والجمهور والكلام ده كله، خاصه ان احنا في كاس عالم، مش هيبقى عامل كبير قوي في النتائج. طيب خلينا نبدا معاك قبل ما ندخل في المجموعات، نشوف قائمه المديرين الفنيين الاغلى، القيمه التسويقيه لاغلى 10 مدربين بيشاركوا في البطوله، ونقرا ده ونحاول نترجمه كده على مستويات الفرق المشاركه وفرصها طبعا في تحقيق اللقب. هانس فليك طبعا المانيا في المقدمه، 6.5 مليون يورو. غريب بالنسبه لي انه جاريث ساوث جيت انجلترا، طبعا مدير فني لانجلترا، جه في المركز الثاني ب 5.8 مليون يورو. ديدييه ديشان فرنسا 3.8 مليون يورو. تيتي البرازيل 3.6 مليون يورو. في المركز الخامس لويس فان خال هولندا 2.9 مليون يورو. في المركز السادس في بقى هنا اسماء، يمكن جيراردو مارتيلو ده مدير فني المكسيك في المركز السادس 2.9 مليون يورو. ليونيل سكالوني مدير فني الارجنتين 2.6 مليون يورو. فيليكس سانشيز المدير الفني اللي شفناه طبعا وظهر في اول مباريات قطر، مدير الفني لقطر 2.4 مليون يورو. فرناندو سانتوس البرتغال 2.25 مليون يورو. ومراد ياكين سويسرا 1.6 مليون يورو. مراد ياكين ده بتاع سويسرا، ده اللي كان بيلعب تحت قيادته محمد صلاح ومحمد النني في بازل، وهو صاحب الطفره الحقيقيه في مستوى محمد النني اللي نقلته للارسنال.
فكره الاعتماد على محمد النني بدل ما كان ما بيلعب دسترويير، فكره الاعتماد عليه ان هو بوكس تو بوكس بيزيد لحد جوه المنطقه وبيساهم اكتر في عمليه الشوط من بره المنطقه والسكند بول، مراد يكين كان سبب كبير جدا في تحول مستوى محمد النني من محمد النني المقاولين لمحمد النني اللي احنا بنشوفه دلوقتي محترف في صفوف ارسنال. فهو واحد من اهم المديرين الفنيين اللي انا بعتبرهم كان ليه بصمه على محمد النني وطبعا على محمد صلاح. أيوه. قائمه منطقيه جدا. العلامه الاستفهام بالنسبه لي الوحيد انريكي، يعني لويس انريكي مش موجود. يعني دي بالنسبه لي يمكن واحد من المدربين او عامل مشوار سواء كان مع البارسا او بعد كده مع اسبانيا، يعني مشوار هو في علامتين استفهام. اوكي، مع ان انا مقتنع بيه على فكره، بس في علامتين استفهام، واحد مش موجود وواحد موجود، او واحد موجود في المقدمه كمان. ايوه، لويس انريكي انه مش موجود. على الرغم على فكره ان انا مش بحب طريقه كوره لويس انريكي قوي، بس هو واحد واخد تشامبيونز ليج مع برشلونه، مادي بشكل كويس مع منتخب اسبانيا، بيبني منتخب جديد لاسبانيا بالظبط كده، مش موجود خالص. ورقم اثنين ساوث جيت. ساوث جيت انا على فكره انا بحب ساوث جيت جدا. انا لا يعني مع انا عارف ده كويس، انا مش متفق معاه تماما، مش عارف انا عارف ده كويس، بس مش عارف. بس هو بيعمل روتيشن كويس وبيكتشف مجموعه من الشباب كويسين، واصل سيمي فاينل كاس عالم، فاينل يورو بمجموعه من الشباب، هو اللي ضمهم للمنتخب في المقام الاول، وبيلعب كوره جميله، بيلعب كوره بديناميكيه اكتر، مش 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 بس القماش اللي معاه تقدم احسن من كده. القماش اللي معاه تقدم احسن، بس خلينا نحط نقطه مهمه يعني جدا. يعني انا متخيل المجموعه دي لو بيدربها حد مثلا زي جوارديولا هتشوف كره ثانيه خالص. موافق جدا. بس جوارديولا ما كانش هيضم المجموعه دي اصلا. جوارديولا كان هيروح يدور على الحرس القديم والناس الكبيره والتيكي تاكا والكلام ده كله. فكره ان انت تلاقي ديكلين رايس، فكره ان انت تلاقي كالفين فيليبس، فكره ان انت تلاقي بوكايو ساكا، فكره ان انت تلاقي الوجوه الشابه الجديده. يعني في 2018 كانت اول مره نشوف كالفين لسه في ليدز يونايتد بيلعب في منتخب انجلترا، وهو الخط الوسط الاساسي هو وديكلين رايس، والاثنين قدموا بطوله اعظم ما يكون، الاثنين مستوى فردي كان عظيم جدا. جوارديولا كان لو موجود كان مش هيضمهم اصلا، كان هيروح يرجع جيرارد من الاعتزال. ليه الراجل اشترى كالفين فيليبس اهو؟ هو جايب كالفين بعد ما تألق، بعد ما لعب مع ليدز وبعد ما ساوث جيت ضمه للمنتخب. ايوه، ده راجل بيلعب على بطولات، لازم يضم حد يعني يعمل اضافه. اصل انت عشان تجيب حد جديد على سكواد زي مان سيتي محتاج حد يعني سوبر ستار. تمام، صح ولا متفق. ايه؟ طيب مش هتراهن لسه على حد تيجي تجربه في المنتخبات، بتراهن ولا بتجيب الجاهز؟ لا، في المنتخبات ده انا مهمه المدير الفني منتخب اسهل بكتير جدا مدير فني. صح كده، انت بتجيب الجاهز وبتلعبه. انت عندك قماشه عريضه جدا جدا، انت في النهايه في النادي محطوط قدامك 30 اسم. صحيح، بتحاول تطلع منهم الافضل، لكن في منتخب انت قدامك شوف كام نادي وكم بطوله. شكرا. ما بين ممتاز وما بين درجة أولى ودرجة تانية، طلع بقى واختار زي ما أنت عايز. أنا أشكرك بشدة على اللي أنت بتقوله ده، لأن أنت بتؤكد وجهة نظري. فلما نطلع من ده كله بأنه ساوث جيت اختار مجموعة من اللاعبين اللي مش معروفين وراهن عليهم أن هم يتألقوا، زي كابتن حسن شحاتة ما عمل مع جده مثلا. اوت اوف نو وير بقى هداف كاس افريقيا 2010. أيوة. الفكره في الموضوع انه مهمه المدير الفني سهله، هو خدها من الطريق الصعب، خدها من ان احنا بنكتشف مجموعه جديده وبنبني جيل للمستقبل والكلام ده كله. اند ات بايد اوف، يعني لما بنتكلم على سيمي فاينل ات بايد اوف على الاقل، انه يعني انجلترا اخر مره. طموح انجليزي ما اعتقدش ابدا انك توصل مباراه فاينل او انك اخر انت مره. تمام، بس يعني اخر مره انجلترا يعني تاهلت سيمي فاينل كان امتى؟ ما تفرقش معاك من كتير. زمان جدا، تفرقش معاك كتير. ففي ستيبس التاني يعني الفرق اللي بتلعب على بطولات او الدول اللي بتدور على بطولات، البرازيل لما بتوصل نهائي كاس عالم قصه مختلفه، وتخسر دي خساره. البرازيل قصه مختلفه. ما تقوليش نجحت في ان انا اوصل مباراه نهائي. البرازيل كل نسخه بتبقى فاينل سيمي فاينل سيمي فاينل كوارتر فاينل. انجلترا ما بتروحش اصلا، ما بتوصلش للادوار دي. فبالنسبه للمشجعين الانجليز، ايوه انت بتتكلم على دوله بتملك افضل بطوله على مستوى العالم واسوأ منتخب على مستوى العالم، بتملك افضل اجهزه، يعني اجهزه فنيه بتدرب فرقها. صحيح. على مستوى العالم. صحيح. بتلعب في ملاعبها افضل الاسماء في كره القدم على مستوى العالم، فبالتالي طبيعي جدا ان انا بستثمر ده. في مردود مادي وفي فوائد كثيره جدا وفي بطوله هي الانجح، لكن في النهايه لازم ده يترجم على منتخب انجلترا. واحد من افضل المنتخبات اللي انا شفتها اللي كان تكاملا، يعني اللي فيها عناصر متكامله، كان منتخب انجلترا 2006 وفشلوا في انهم يحققوا اي حاجه. منتخب انجلترا 2010 فشل ان هو يوصل اصلا. فبالنسبه للناس بقى الانجاز الحقيقي ان انا بكتشف جيل المستقبل وان انا بوصل سيمي فاينل كاس عالم وفاينل
اليورو وبخسر في اللحظات الاخيره والكلام ده كله، ده بالنسبه لي احنا اتفقنا على الاقل نتفق خلاص. لا لا خالص خالص بالعكس، انا بستمتع جدا بالنقاش معاك. انت عارف احساسي بدايلاميت انجلترا كده ايه، وخد بالك برضو هم احساسهم الكره دي بتاعتنا يعني. صحيح يعني دي كره القدم، الكره دي احنا يعني دي بتاعتنا يا جماعه، انتوا بتشاركونا في لعبه احنا اللي اخترعناها او احنا اللي قدمناها لكم. فبالتالي الطموح الطبيعي جدا عندهم، واحنا ليه ما بنكسبش كاس العالم زي ما احنا بالظبط في مصر هنا على مستوى افريقيا على سكيل اقل شويه، واحنا ليه ما بنوصلش كاس عالم؟ فاهم قصدي؟ يعني بكل اللي عندنا والتاريخ والعظمه واللعيبه والنجوم والانديه وسبعه افريقيا افريقيا و10 دوري ابطال للاهلي وخمسه زيهم للزمالك والاهلي في كاس العالم، لكن في النهايه على مستوى المنتخب انك ما توصلش كاس عالم مش انك ما تفوز او ما تتقالش من دون، لانك ما توصلش كاس عالم بالنسبه لك بقت عقده، لغز، بقت مشكله. هو لغز مش عقده، هي سواء انجلترا ليه انجلترا دايما عندها اسوا منتخب في كاس العالم مع انها عندها اقوى دوري واقوى لعيبه موجودين في الدوري، وليه منتخب مصر ما بيوصلش كاس عالم مع ان عندها اهم دوري في المنطقه واقوى منتخب في المنطقه؟ لغز لغز حقيقي محتاجين احنا صحيح عارف. صحيح. طيب من قائمه المدربين الاغلى في البطوله عايزين نروح لقائمه المنتخبات العربيه ونراهن عليهم. يعني انا قلت لكم في البدايه احنا صحيح مصر ما تاهلتش، لكن بحكم دوائر الانتماء في حته كده جواك ناحيه عربيه ناحيه افريقيه بتقول يا رب العرب يعملوا حاجه او الافارقه يعملوا حاجه. خلينا نبص على القيمه التسويقيه لمنتخباتنا العربيه اللي بتشارك في البطوله، اربع منتخبات: المغرب، تونس، السعودية، ومنتخب قطر. القيمة التسويقية لمنتخباتنا دي يا خالد، وهل ممكن تفرق على الأقل معنويا أو فنيا حتى جوه الملعب؟ منتخب المغرب في الصدارة بقيمة 251 مليون يورو، في المركز الثاني منتخب تونس 65 مليون يورو، فرق كبير قوي جدا، ومنتخب السعودية في المركز الثالث 28 مليون يورو تقريبا، ثم منتخب قطر في المركز الرابع 15 مليون يورو. اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو الفارق ما بين الاحتراف وعدم الاحتراف، الفارق ما بين ان احنا قائمه ثلاث ارباعها ان لم تكن كلها، لا مش كلها لانه في يحيى جبران وفي عدد من اللاعبين المحليين يعني في قائمه منتخب المغرب. 90% منهم لاعبين محترفين. صحيح. 251 مليون يورو واللي بعديه على طول 65. عندك لعيبه كبيره زي حكيمي زي زياش زي بوفال. حكيمي تقريبا لوحده فيه ممكن 60 ولا حاجه. بالظبط 60%. لا ده 60% من القائمه دي حكيمي زياش. سوري، اشرف حكيمي لوحده. اشرف حكيمي لا ما تبالغش قوي يا خالد، 60% يعني ده كسر 120. لا لا يعني 150 مش للدرجات دي. يعني ممكن تقول 60% حكيم زياش هو قيمته السوقيه 80 مليون. 80 مليون يعني هيحسبوها لنا بقى ويقولنا يعني دي كام في المية؟ يعني بتتكلم على التلت تقريبا، تلت يعني بتتكلم 30% 33%. واللي تحت طبعا السعوديه مع كامل احترامي ليهم وكامل احترامي للدوري. السعوديه وقطر زيرو محترفين. زيرو محترفين مع كامل احترامي للمنتخب السعودي، وان انا مرشحه ان هو يبقى يعمل علامه في المجموعه بتاعته، واحنا رايحين له دلوقتي في الكلام عن المجموعتين. يعني احتراف، يعني عندك واحد زي سالم الدوسري خد فتره معايشه بره ما نجحش فيها ورجع، فرق المينتاليتي اللي كان دايما محمد صلاح بيتكلم عنه. لعيب كبير قوي جدا. لعيب لا انا لا معلش انا اسف، هو لعيب حريف جدا. السعوديه فيها مجموعه من اللعيبه اصحاب العقليات. يعني عندك واحد زي سلمان الفرج. سلمان الفرج ده واحد من افضل اللعيبه اللي انا بحب اتفرج عليهم، اتفرج على الكره تحت رجله. سلمان الفرج بيفكرني في مصر، وحتى كنت لسه بقولها من يومين بكابتن حسام غالي. ايوه. الهدوء والحرفنه والرؤيه والقياده والكاريزما. لعيب تقيل في الملعب. لعيب تقيل في الملعب صحيح جدا. عندك واحد زي محمد كنو، محمد كنو هايل. عندك خط الدفاع واحد زي علي البلية، عندك زي سعود عبد الحميد الباك اليمين، عندك لا عندك عدد من اللعيبه المميزين جدا اللي تحب تتفرج على الكوره معاهم. سلمان اسمه فهد المولد. انا كل ما استبعد اعتقد استبعد يعني للاسف الشديد فهد المولد، بس كل ما تيجي سيره فهد المولد قدامي افتكر جونه في اليابان في التصفيات، جون عظيم جدا في تصفيات كاس العالم 2018. جون عظيم جدا. لا عندهم مجموعه من اللاعبين. بمناسبه المستبعدين والشيء بالشيء يذكر بنزيما لعشاق الديوك الفرنسيه او الناس اللي هتشجع منتخب الناس الفرنكوفون يعني اللي هتشجع منتخب فرنسا، بنزيما كمان باي باي بالظبط. وتتوالى الضربات وخروج النجوم، ويعني كنا في اول البطوله ما تبدا او قبل البطوله ما تبدا كنا بنتكلم ان عندنا سكواد ممكن يبقى منتخب عالم ينافس على البطوله. النهارده تعمل فرقتين وانت مرتاح جدا جدا. في هجمه دايره كده على تشاوميني من الفرنسيين.
لان هو كان السبب في استبعاد نكونكو من القائمه بتاعه المنتخب عشان دخل عليه في التدخل بقوه شويه فتعرض لاصابه فخرج. بعدها بيومين بنزيما تعرض لاصابه وخرج برضه في هو اصلا كان مصاب وكان بيلعب على هو كان مصاب في اليمين وعملوا له برنامج وكان كده. هيلحق وبعد كده اصيب في الشمال في الميران بتاع الامس وتم استبعاده. قال هيحاولوا ياهلوه هيحاولوا يعملوا له طب هيغيب عن اول ماتشين طب هيغيب عن اول ثلاثه خلاص. ده تصريح ديدي ديشان بيقول لك رسمي خلاص بره وقالوا له حتى هتعوضه قال لك مش هعوض. لا خلاص ليه مش هتعوض؟ قال لهم انا قراري كده مش ما حدش يتكلم معايا. لا ما هو ديشان برضه عليه حاجات يعني تمام. تعالى نروح للمجموعه الثالثه ونشوف كده المواجهات فيها وحظوظ الفرق. وطبعا انا مركز قوي مع منتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه على وعسى. طبعا السعوديه مع الارجنتين، معها المكسيك، معها بولندا. كنت بكلم طبعا كان ضيفي في السادسه من شويه كان لينا مداخله مع كابتن سعد الحارثي طبعا نجم النصر والهلال ومنتخب السعوديه، وكنت بقول له انه المنطقي والطبيعي يعني لو بنحسب حسابات او بنقرا قرايات انه منتخب الارجنتين ومعاه واحد من المنتخبات الثلاثه شايف ازاي حظوظ المنتخب السعودي. قال لك انه يعني الفرص متساويه ما بين بولندا والمكسيك والسعوديه. بتشوف بتقرا المجموعه دي ازاي؟ وشايف بما انه السعوديه هيكون المواجهه بتاعتها الاولى ثقيله شويه، بص هي بتصطدم بالارجنتين في اولى ماتشاتها. صحيح، انا متفق شويه مع كابتن سعد الحارثي العظيم جدا في تاريخ الكره السعوديه. الحظوظ متساويه لفكره مختلفه شويه. بولندا ما عندهاش، عندها جيل قوي بس ما عندهاش الكي بلايرز اللي يسمحوا لنا ان احنا نراهن على منتخب بولندا واحنا مغمضين عينينا. ليفاندوفسكي وزيلينسكي. بخلاف ليفاندوفسكي وزيلينسكي، وعلى فكره برضو عشان الناس ما تقولش ان انا بناقض كلامي، كنت من كام يوم في حوار تلفزيوني برضو في قناه النادي الاهلي، وقلت ان بولندا هي المرشحه ان هي قلت ان بولندا هي المرشحه الاولى بجوار الارجنتين ان هي تتاهل. وبعدين رحت بدات اقرا شويه وبدات اتفرج شويه على ماتشات وبدات شويه اقيم اللعيبه، فلقيت انه لا، على فكره بولندا لعب نمطي جدا. عندها لعيب بلاي ميكر بتعتمد عليه بشكل اساسي اللي هو زيلينسكي اللي بيلعب دور الثمانيه، يا اما ثمانيه متاخر يا اما ثمانيه متقدم في خطه 4-3-3، فزيلينسكي يا اما بيلعب ريجيستا جنب الدستروير يا اما بيزيد يبقى في 4-1-4-1 جنب الثمانيه الثاني. وليفاندوفسكي بخلاف زيلينسكي وليفاندوفسكي الكوره ما فيش حلول فرديه كتير نقدر نخرج منها بشكل للمنتخب ان احنا نقول ان عنده تنوع حلول. احنا شفنا ده النهارده من الاكوادور، يعني ما حسيناش ان الاكوادور فيها حد تقيل قوي باستثناء فالنسيا، وفالنسيا لوحده قدر يشد يشد منتخب اكوادور في مواجهه منتخب قطر على ارضه وعلى ومع جمهوره وفي ملعبه في افتتاح البطوله. متفق، بس في هنا نقطتين مهمين جدا لازم نتكلم عليهم. رقم واحد انه بيلعب مع قطر اللي بتلعب اول كاس عالم ليها، مفيش اي خبرات في البطوله، اللي بتلعب افتتاح على ارضها، فمحمله باعباء نفسيه كبيره جدا ان هي لازم تظهر وان هي لازم تشرف العرب وان هي لازم تشرف نفسها وتشرف صورتها قدام العالم، فبتلعب محمله. يعني واحنا بنتفرج على الشوط الاول عبد الكريم حسن واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في قطر، مش عارف يتلايم على كوره، مش عارف يقف كوره، الكوره بتجيله بيعمل بالونه. اكرم عفيف الوحيد اللي ممكن اقول انه بيحاول شويه ينزل قبل منطقه نص الملعب عشان يستلم الكوره ويسلم الكوره ويطلع بيها بشكل معلش ما بس يعني انا يعني برضو مش عايز اختلف معاك قوي، بس انا هقول انه التيم ده لعب كوبا امريكا والتيم ده لعب تصفيات اوروبا، يعني اقصد اقول المستوى ده الكلاس دي هم مش اول مره يخشوا فيها، يعني جربوا احتكوا خاضوا تجارب، فبالتالي مفترض انه وخدوا كاس اسيا وخدوا بطوله اسيا وخدوا اسيا 2019 لاول مره في تاريخهم، فبالتالي يعني فكره الرهبه والضغط والى اخره ما اعتقدش انها كاس العالم غير كاس العالم بيتلعب على ارضك والناس دي كلها حواليك بتتفرج عليك ان انت مطالب ان انت تشاين اب. لا كاس العالم غير، خاصه مع منتخب صغير حركي اكتر عنده مهارات. انا شفت كذا، انا ما اعرفش حد فيهم غير فالنسيا بصراحه، فالنسيا بالظبط، بس انا شفت عندهم كذا لعيب، يعني ده سوء، يعني لازم نبص بلد زي الاكوادور دي نظره مختلفه بصراحه 100%. وعلى فكره يعني حتى للسوق المصري انه لما بتتكلم ان انت تجيب حد من الاكوادور مصر اعتقد ان هم افضل لهم من الاكوادور، يعني انت مصر افضل لهم من الاكوادور وهم بالنسبه لنا افضل من اسواق كتير في افريقيا جدا. طبعا ويوافقوا ان هم يجوا لان هو فعلا زي
ما انت كنت لسه بتتكلم، هم منجم ذهب فعلا، عندهم مهارات وعندهم وسوق ما لهوش ضغط من اوروبا. يعني كده. يعني البرازيل والارجنتين هتلاقي اوروبا ضغط على الاسواق دي، فعليه شويه الريتس او بالزبط يعني بالزبط مستوى الاسعار. لكن مثلا لما تتكلم على الاكوادور، لما تتكلم على تشيلي، لما تتكلم على كولومبيا، لما تتكلم على بوليفيا حتى، وطبعا احنا شفنا اهو لما جبنا سافيو في فرق في الكواليتي، اسواق اقل بس الكواليتي افضل بالزبط. شويه من الـ من الـ الـ مش عايز اقول اللي بنتخم فيهم، ولكن اللعيبه الافارقه مش الصف الاول في افريقيا طبعا، لانه عندنا لعيبه افارقه مميزين جدا. بس اللعيبه الافارقه المميزين بيروحوا على اوروبا على طول. اللي بيفضل اللعيبه اللي احنا بنشوف فيديوهات ليهم او سيديهات او الكلام ده كله، واغلب الظن ان احنا بنتخم فيهم، فلا عندنا السوق بتاع امريكا اللاتينيه متفق معاك تماما. وبتعمل بقى اعاده تصدير، يعني ممكن انا حابب جدا اعمل معاك الموضوع ده، نعمله في يعني حلقه فكره الميركاتو والاسواق التي لم تكتشف، وايه المميزات اللي معها وايه دي. طيب تعالى نقرا بسرعه المجموعه، بس قبل ما نقرا المجموعه وطريقه اللعب والمديرين الفنيين والتفاصيل خاصه بالمنتخبات الاربعه، فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا. الأرجنتين بكل الدوافع الممكنة في الوجود تحاول تحقيق الكاس الثالثة في تاريخها، سبق طبعا تحقيقها 78 نهائي الأحلام الأرجنتين وهولندا، دورة كامبس اللي أحرز اللقب للأرجنتين 78، ثم الأسطورة التي لم ولن تتكرر دييغو أرماندو مارادونا 86 في المكسيك على حساب المنتخب الألماني، ثم كانت مواجهتين ومرتين وصل فيها المنتخب الأرجنتيني للمباراة النهائية بعد كده، واحدة سنة 90 أمام ألمانيا أيضا ولكن خسر وفي وجود مارادونا، لكن أرجنتين خسرت النهائي ده، ثم أمام ألمانيا 2014 وخسرت برضو أمام ألمانيا بنتيجة 1-0 الهدف اللي أحرزه ماريو جوتسا في شباك، ودي كانت النسخة الوحيدة اللي وصلت فيها الأرجنتين للنهائي تحت قيادة ليونيل ميسي، وتبقى النسخة والأمل الأخير لميسي في تحقيق اللقب للأرجنتين. ماذا ستفعل الأرجنتين في مجموعتها؟ نقرا الأول وخالد يقرا لنا كده شكل الأرجنتين وقيادتها الفنية في البطولة. طيب خلينا نبدأ بإن احنا نقول إن مدرب الأرجنتين في النسخة الحالية هو ليونيل سكالوني البالغ من العمر 44 عام، واللي بيعتمد أكتر على خطة 4-4-2 بتتحول ل 4-3-3 في الحالة الهجومية. القيمة التسويقية لمنتخب الأرجنتين بتقدر ب 633 مليون يورو، 633.2 مليون يورو. التصنيف العالمي بتاعهم دول ربعهم في ميسي مثلا تقريبا يعني التصنيف العالمي ليهم هو المركز الثالث. متوسط اعمار اللاعبين، ودي حاجه مميزه جدا في الارجنتين السنه دي، هو 27 سنه بوينت 9 يعني تقريبا 28 سنه، وابرز النجوم طبعا وقطعا ليونيل ميسي ودي ماريا طبعا لاوتارو مارتينيز طبعا عنده وباولو ديبالا عنده طبعًا. عدد كبير جدا طبعًا. من اللعيبه والنجوم المميزين السنه دي. طيب نروح للمنتخب الثاني في المجموعه، منتخب بولندا. منتخب بولندا المدرب، خلينا نبدا نقول انه يعني زي ما كنت بقول بولندا واحده من المنتخبات اللي عندها حظوظ، ما تاهلتش قبل كده الفاينلز لسيمي فاينل او فاينل، ما راحتش الادوار بعيده في كاس العالم، ولكن طبعا منتخب بولندا بوجود النجوم الكبار عندها مرشحه جدا. المدرب هو تشيزلاف مشنيفيتش، السن 52 سنه، طريقه اللعب 2-3-5-2، القيمه التسويقيه 255.9 مليون يورو. مش قليل برضه يا خالد. فلا يعني مش قليل طبعا. في واضح ان في اسماء ثقيله يعني. بس انت متخيل انه بولندا اللي هي العاديه هي متساويه تقريبا مع المغرب اللي هي اقوى منتخب عربي. اعلى قيمه تسويقيه لمنتخب عربي موجود في البطوله. التصنيف العالمي لمنتخب بولندا هو المركز 26. وبرضه يعتبر مركز متقدم. طبعا يعني مركز جاي. مش بعيد يعني. لا خالص. متوسط اعمار اللاعبين 27.1، وابرز النجوم قطعا ليفاندوفسكي مهاجم برشلونه، واللي نعتقد برضو انه اخر كاس عالم ممكن يكون ليفاندوفسكي. متهيألي يعني متهيألي في جيل بيودع في البطوله دي، ممكن ينضم لميسي ورونالدو وبنزيما. بنزيما ما اعتقدش، يعني بنزيما ممكن يلحق كاس عالم تاني لو الظروف خدمته يعني، ولكن لا ليفاندوفسكي وميسي وكريستيانو رونالدو لا. اعظم لاعبي ريال مدريد في العشر سنين الأخيرة لم يكتب أي تاريخ مع منتخب فرنسا
في باستثناء كاس العالم يعني نسخه كاس العالم. بنزيما هو ما لعبش اساسا منتخب فرنسا، هو ما راحش اصلا منتخب فرنسا، ما راحش منتخب فرنسا، لا ما كانش معاهم. طيب نروح بعد كده من منتخب بولندا لمنتخب المكسيك. المكسيك تمام. المكسيك عنده خيراردو مارتينو، منتخب يبدو ان هو خالي من النجوم الكبار، ولكن عنده عدد من النجوم المتالقه في الدوريات الاوروبيه. خيراردو مارتينو عنده 59 سنه، بيلعب 4-3-3، القيمه التسويقيه 216 مليون يورو، 216.10 مليون يورو. التصنيف العالمي تصنيف مميز، المركز 13 طبعا على العالم. متوسط اعمار اللاعبين 27 سنه ونص. وابرز لاعبيه هو ايرفينج لوزانو، جناح ايمن نابولي الايطالي. تمام. لوزانو واحد من اللعيبه المميزين جدا بالكوره ومن غير الكوره، فلوزانو قد يشكل تهديد حقيقي بالنسبه للمنتخبات اللي هيلعبها، لانه قادر في ثانيه يخطف ويجري. انا هاجي لك، انا سايب ماتش السعوديه والارجنتين مش هراهن عليه، لكن هاجي لك في شويه وسريعا. طبعا مش عايز ادخل في تفاصيل قوي، بس خلينا ناخد منتخب السعوديه وبعدين اجي للمواجهتين دول. شايف ايه الطريقه الانسب للمنتخب السعودي؟ هيرفي رينار يفكر ازاي في مواجهه بولندا، ويفكر ازاي في مواجهه المكسيك عشان يطلع بافضل نتيجه؟ نقرا او نشوف المنتخب السعودي. تمام. السعوديه بيشارك في 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 البطوله للمره السادسه في تاريخه. المشاركه الاولى ليه كانت سنه 1994، مدربه العظيم والعبقري هيرفي رينار اللي شفناه في عديد من في دي احنا متفقين. متفقين؟ طبعا. هيرفي رينار بالنسبه لي شابوه، واحد من افضل المديرين الفنيين اللي جم في افريقيا على مدار تاريخ 100%. يعني خد مع كوت ديفوار، سابهم خد مع زامبيا. هو يعني عارف. لا وسيبك من الالقاب والبطولات، هو مدير فني تقيل، عنده فكر وعنده بصمه وقادر يقود ويسيطر، يعني في كل المواصفات اللي تدور عليها في اي مدير فني. مدرب مميز جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكاريزما طبعا والسيطره على اللاعبين. عنده 54 سنه وبيلعب بالطريقه اللي شفنا عليها الاهلي ايام مانويل جوزيه. مظبوط. وده تقريبا سر حب الجمهور المصري لهيرفي رينار، لان هو شاف الطريقه دي وشاف نجاحها مع مانويل جوزيه اللي هي 4-3-2-1، او اللي بنسميها شجره الكريسماس، اللي بتعتمد على مهاجم وحيد بيعمل محطه للقادمين من الخلف. 4-3-2-1 هي خطه مميزه جدا مع هيرفي رينار للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي قيمته التسويقيه 27 مليون يورو، بوينت 8 تقريبا، اولموست 28. التصنيف العالمي 51، متفوق على منتخب قطر بمركز وحيد فقط. مركز قطر لا متاخر، انا اسف، عن القطر، لان القطر التصنيف ال 50 بالظبط كده. متوسط اعمار ثقور السعوديه 27.2، وابرز النجوم سالم الدوسري. احنا طبعا هنا بنحط ابرز نجم. أيوه. اللي هو النجم انت شايف في نجوم كتير في المنتخب السعودي، ابرزهم من وجهه نظري اللي انا بقول لك بستمتع بيه سلمان الفرجي. طيب طب نروح سريعا. انا بقول لك طبعا هو عندهم الطلعه صعبه شويه، يعني انك انت تبتدي مشوارك بالتانجو. صحيح. يعني ماتش صعب وماتش بايخ وماتش تقيل، وسبيشالي انه انا شايف انه كمان ميسي النسخه دي هيكون يعني في اعلى درجات تركيزه، لانه الدوافع عنده كبيره جدا، وعارف انه ممكن يكون امله ضعيف جدا انه يظهر في اي نسخه كاس عالم. فبالتالي هو محتاج، بالتالي اهم هدف بيسعى اليه ميسي في المرحله الحاليه لا الشامبيونز ليج ولا الدوري الفرنساوي ولا تجديد عقده ولا انتقاله لانتر ميامي ولا اي حاجه في الدنيا، غير انه يجيب كاس عالم، لانه عارف انه من غير كاس عالم هيبقى تاريخه ناقصه كتير. صحيح. فبالتالي دي واحده من الضيافة. لكن يهمني اكتر اركز معاك على السعوديه المكسيك، السعوديه بولندا، دول المفتاحين او المباراتين ممكن يكونوا مفتاح عبور السعوديه للادوار اللي بعد كده. طيب احنا طبعا هنستفيد في الشرح، لان انا محتاج القائمه تبقى معايا، كنت محتار ابقى محضر القائمه عشان اقول لك اسامي اللعيبه بالظبط، ولكن فيما يخص السعوديه بولندا بشكل عام جدا بدون الدخول في تفاصيل. الكفتين متساويتين من وجهه نظر، متساويتين على الرغم من الفارق الكبير في القيمه التسويقيه والمركز العالمي. كرة القدم بتعترف دايما بالمجهود. أيوة. وبتعترف دايما بالتنظيم. مظبوط. شفنا مصر وبلجيكا بالظبط كده. شفنا مصر وبلجيكا يعني بتهيألي مصر وبلجيكا دي ادت دفعه كبيره جدا للمنتخبات العربيه. طب انا هسألك سؤال، في اقصى درجات تفاؤلنا
كنا ممكن نقول في حياتنا لا. من اربع ثلاث اربع سنين كده، سيبك من ان احنا نكسب بلجيكا، لا ده طبعا لا لا مش قصه مكسب بس، ما احنا ده احنا نلعب الماتش ده على بلجيكا. احنا وصلنا افريقيا بخطه اكسب واجري يعني، صح ولا ايه؟ لكن انت لعبت كوره وكنت ند لبلجيكا وكان ممكن تكسب اكتر من كده على فكره. بس انا كنت عايز اشير لنقطه ثانيه مهمه جدا، اكرم توفيق هذا الباك اليمين المحلي اللي لم ياخد اي رحلات احترافيه قبل كده، بيوقف كراسكو هازارد بمستوى فني بيشيد بيه، حتى الصحف البلجيكيه اشادت بيه، اللعيبه بتوع بلجيكا طلعوا اتكلموا عنه، مترجمه في اكتر من صحيفه بلجيكيه. يعني فكره في الموضوع انه سيبك بقى من اللي بيتقال في مصر انه اصله ما رفعش وما راحش وما عملش، شغل بلدي قوي، شغل بلدي الكلام ده كله. الاعلى استخلاصا تنزلش للمستوى ده لا خالص، مش هنتكلم عليها يعني. الاعلى استخلاصا للكور، الاعلى حصولا على الكرات الهوائيه، الاعلى 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 الاعلى. اكرم توفيق عمل واحده من افضل المباريات، واحنا بنتكلم على ايه؟ على لاعب محلي. لا عشان ما نخرجش بس كده، انت بتتكلم على لاعب من 12 شهر مبطل كوره 8 شهور فيه، صحيح يعني بياخد اوريدي عشان يرجع بس لنص مستواه، محتاج ياخد لا ده رجع وبقى نمره واحد وراح منتخب ولعب مع بلجيكا ولعب على كراسكو يعني انت بتتكلم على حاجه ما بتحس يعني صعب جدا انها تحصل. فعشان ما اخرجش من سياق الحلقه، اكرم توفيق هو مثل فقط، انا اقول تضرب بيه مثل لانه واحد من اميز اللعيبه اللي كانت بالنسبه لي في المباراه، يعني بانه مش دايما العالم يكسب. تمام، حلو الكلام، متفقين. احيانا المنتاليتي تكسب، احيانا الرغبه تكسب، احيانا الفروق الفنيه. ممكن اجيب لك لقطه صغيره جدا لما تيجي تحط دي بروين ومصطفى محمد في مقارنه، بالتاكيد طبعا الفوارق مين كبيره جدا، التاني لكن يعني. لكن التركيز واللقطه والاصرار وكل حاجه ممكن تقولها، صحيح. خلت مصطفى محمد يتفوق على دي بروين وعلى مين؟ وعلى كورتوا ده اللي خلي بالك اللي من كام شهر كان جايب محمد صلاح وجايب تشامبيونز ليج لريال مدريد لوحده. فانت بتتكلم انه الفوارق دي في الملعب اذا كان في الحضور والتركيز يعني ما فيش فوارق 11 قدام 11. عشان كده بقول انه هل الحظوظ متساويه ما بين المنتخبات الثلاثه بخلاف الارجنتين؟ 100% اعتقد ان الحظوظ متساويه، خاصه ان احنا بنتكلم على مجموعه من اللاعبين الموهوبين الملتزمين تكتيكيا واللي بيقودهم واحد من افضل المدربين اللي موجودين وهو هيرفي رينار. طيب يبقى احنا نختم دي المجموعه المجموعه الثانيه بان السعوديه تملك حظوظ متساويه مع المكسيك وبولندا. نتمنى التوفيق للاشقاء في السعوديه. نروح للمجموعه الرابعه، عندنا برضو فيها منتخب عربي، عندنا فرنسا، استراليا، الدنمارك وتونس. مجموعه صعبه شويه على التوانسه للاسف، عندنا منتخب عربي في المجموعه دي. مجموعه صعبه على التوانسه يعني بصراحه. طيب تقرا لنا الاربع منتخبات يا خالد؟ يلا بينا، يلا بينا. خلينا نبدا بفرنسا. يلا نبدا بفرنسا، صاحبه اللقب الاخير، صاحبه اللقب حامله اللقب يعني، حامله لقبين لكاس عالم. لا انا اقصد الاخيره، حامله اللقب الاخير يعني، هي داخله هي البطل دلوقتي 2018 وقبلها 1998 افضل نص كاس عالم، حلو مع الثمانيات تقريبا. فرنسا اثنين كاس عالم بيقودهم دلوقتي ديدي ديشان، اللي بتحوم حواليه الكثير من علامات الاستفهام والتشكيك في قدراته، على الرغم ان هو حامل اللقب، ولكن الاستبعادات عدم التعويض بنزيما مثلا، الكلام ده كله بيخلي الناس تشكك شويه في قدره ديشان على قيادة المنتخب. ديشان 54 سنة، طريقة اللعب بتاعته 4-2-3-1. القيمة التسويقية للمنتخب الفرنسي، اقرا كده والنبي عشان انا حاسس ان انا غلطان، يعني معديه المليار. تمام، مليار. خد بالك، خد بالك، فرنسا في ال 20 سنة اللي فاتت دي يعني عملت نقلة نوعية وطفرة. انت بتتكلم على تاني اكتر دولة على مستوى العالم تصديرا للاعبين المحترفين، صحيح. فانت بتتكلم يعني على 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 نقلة نوعية للكرة الفرنسية، وبتهالي اي مدير فني يمسك يتولى مسؤولية منتخب فرنسا يبقى في منتهى السعادة، لانه بيختار تقريبا يعني من اوسع قماشة موجودة على سطح الكوكب. وعشان كده كنت بقول ان ديشان عنده علامات استفهام كتير جدا، ان انت عندك واسعه جدا، عايز تاني والله، عايز تاني صحيح. التصنيف العالمي لمنتخب الفرنسي الرابع بعد منتخب الارجنتين طبعا اللي قلنا ان هو الثالث. متوسط اعمار اللاعبين 26.8 سنه، وابرز اللاعبين كان كريم بنزيما دلوقتي طبعا كيليان عندك مبابي. تقدر تقول كيليان مبابي طبعا يعني، هو طبعا قايمه فيها انطوان جريزمان، فيها كيليان مبابي، فيها اوليفيا جيرو،
فيها تشاوميني، فيها كامافينجا، فيها عثمان دامبلي، فيها هاي. عدد كبير جدا من النجوم الصف الاول. مزبوط. ولكن في عدم وجود او في ظل عدم وجود كريم بنزيما في القائمه، الوجه الابرز اللي الناس هتستنى تشوفه هو كيليان امبابي. كيليان امبابي بالظبط. صحيح. طيب بعد فرنسا نروح ل استراليا الدنمارك تونس نروح لتونس على طول. تمام. منتخب تونس الشقيق الواقع في مجموعه صعبه جدا. تونس بتصعد للمونديال للمره السادسه في تاريخها، نفسها تصعد لدور ال 16 لاول مره في تاريخها، تعدي دور المجموعات، ولكن ده صعب جدا في النظر. خلينا نقول كل شيء وارد. كل شيء وارد، ما لسه كنت عايز اقولها. صعب جدا وارد. نظرا للمنافسين، ولكن في كره القدم كل شيء وارد. مدرب جلال القادري هو مدرب جديد مسك في شهر اغسطس الماضي، لسه ما حطش فتره طويله في تدريب المنتخب. اتمنى ان هو يكون عنده افكار مختلفه يفاجئ بها المنتخبات اللي هيلعبها. سنه 50 سنه، طريقه لعبه 4-3-3، التصنيف العالمي 30، القيمه وهي على فكره تصنيف جيد بالنسبه لمنتخب تونس. القيمه التسويقيه 65 مليون يورو. متوسط اعمار اللاعبين 26.5 سنه، وابرز النجوم طبعا هنقول علي معلول لان هو المعروف دلوقتي بالنسبه لنا. أيوة. ولكن اللعيب اللي الناس بتعول عليه طبعا عندهم الياس خيري مميز جدا في خط النص، ولكن اللاعب اللي الجماهير التونسيه بتعول عليه بشده ان هو يتالق هو حنبعل المجبري. أيوة. المعار من مانشستر يونايتد، مش متذكر دلوقتي هو بيلعب فين بالظبط، بس انا عارف ان هو خارج في رحله اعاره. حنبعل المجبري واحد من افضل اللاعبين العرب الشباب القادمين، يعني بالظبط التالنتد او الموهوبين البروسبكتس بالظبط كده، المنتظر تالقهم في الملاعب الاوروبيه. نتمنى له كل التوفيق بالطبع. طيب بعد تونس نروح لمين؟ تحب الدنمارك ولا نروح لاستراليا؟ تمام. المنتخب الاسترالي هو الاقل حظوظ من وجهه نظري في التاهل عن هذه المجموعه، خاصه انه كان عنده عدد من اللاعبين المميزين، في منهم اتصاب ابرزهم بويل بالظبط كده. استبعد برضو من قائمه، استبعد بسبب الاصابات. دلوقتي عندهم ايرون موي هو النجم الابرز اللي عندهم. المدرب جراهام ارنولد بدا يبص للموضوع بشكل مختلف، بدا يضم لعيبه شباب، وعندهم لعيب هيلعب عنده 18 سنه، هو اصغر لاعب استرالي يشارك في كاس العالم عبر تاريخها. سن جراهام ارنولد طبعا المدرب الاسترالي 59 سنة، طريقة لعبه 4-2-3-1، تصنيف العالمي 38، القيمة التسويقية 38 مليون يورو، متوسط أعمار اللاعبين 27.5 سنة، وأبرز اللاعبين زي ما كنت بقول ايرون موي. 4-2-3-1 من خلال استعراضنا للأربع مجموعات الأولى هي الطريقة الأكثر شيوعا حتى اللحظة في البطولة. طيب نروح نختم بقى بالمنتخب الدنماركي. واحد من المنتخبات اللي أنا بحبها جدا، أنا شخصيا في كل مرة برشح المنتخب الدنماركي إن هو يبقى حصان أسود، عشان عنده عدد من اللاعبين المميزين جدا، وعنده عدد من اللاعبة الخبرات، وعنده عدد من اللاعبة الشباب. منتخب الدنمارك شفنا عمل إيه حتى في هو تقريبا يعني الدنمارك والسويد أكتر من الأكتر دول الإسكندنافيان يعني أو الإسكندنافية مشاركه، وعندها دايما تحس انها عندها منتخبات ممكن يعني يمكن في الهاندبول والالعاب دي بيبقوا متفوقين جدا، لكن في كره القدم السويد بالظبط كده. فلكن الدنمارك يعتبر افضلهم واشهرهم، وهو يمكن الوحيد على مستوى تحقيق الالقاب، اعتقد حقق بطوله يورو قبل كده بالظبط لما كان اعتقد كان جاي من بعيد. مش متذكر التاريخ 92 اعتقد حاجه كده 92 ما كانش اساسا مشارك في البطوله، وبعد كده تم فرض عقوبه على واحد من المنتخبات مش متذكر بصراحه هو ايه، فتم استدعاءه فجه وخد اللقب في 92. حاجه عامله زي البرتغال لما خدت اليورو وهي طالعه ثالث من المجموعه، اللي هو طلعت افضل ثوالث هوب 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 يلا بينا. ده راجل جاي من بيتهم عشان في ناس ثانيه اتعاقبت خد البطوله بالظبط. تمام. منتخب الدنمارك واحد من المنتخبات بقول لك اللي انا بحبهم بشكل شخصي، بيدربهم حاليا كاسبر هيولمند اللي شفنا فترته مع ماينز الالماني
2014 2015 مدرب مميز وعنده حلول تكتيكيه مميزه في ارض الملعب، برضه بيدرب من شهر اغسطس الماضي، فلسه ما لحقش ياخد معاهم الفتره الكافيه عشان يحط التصورات بتاعته او نشوف احنا التصورات بتاعته. اتمنى ان تصوراته تبقى وصلت للاعبين. لكن انت بتدرانا على عناصر منتخب الدنمارك جدا. كاسبر شمايكل، سيمون كاير، دولبرج، كريستين اريكسن، عنده عدد، يوسف بولسن، عنده عدد كبير من اللعيبه المميزه جدا اللي تقدر تقول ان منتخب الدنمارك هيبقى مشاكس بالنسبه للفرق. وانا طبعا منتخب الدنمارك هو خالد كده من كلامه بيرشح فرنسا والدنمارك للتاهل عن المجموعه. لسه عايز اقول انه للاسف الشديد على الرغم من وجود تونس اللي اتمنى ان هي توصل، طبعا حبي للدنمارك مش هيفوق حبي لتونس والدول العربيه. فطبعا كل تمنياتي ليها الدنمارك ان هي تخرج وان تونس هي اللي تتاهل، ولكن الواقعيه بتقول ان الدنمارك حتى ما عندهاش الايجو بتاع ان انا منتخب كبير فالفروق تتشال في الملعب بالمنتاليتي والكلام ده كله. الدنمارك منتخب مكافح. طب خليني احاولها لك بالحسابات شويه. شوف يعني انا بيتهيألي انه صعب ان تونس تعمل حاجه مع فرنسا، وصعب حتى الدنمارك انا بقول حسابيا منطقيا بالورقه والقلم يعني. خلينا نتفق انه فرنسا ضمن التاهل والثلاثه التانيين هيصارعوا على البطاقه الثالثه. تمام. ايه المباراه اللي لازم تراهن عليها تونس؟ المباراه اللي لو كسبتها تونس فرصها تبقى كبيره قوي في انها تكمل، تبعد واحد من المرشحين اللي بيزاحموها او بينافسوها على البطاقه الثانيه، وفي نفس الوقت تقرب من فرنسا وبالتالي يبقى فرصها كبيره. الدنمارك. ماتش الدنمارك. طبعا. استراليا منتخب ضعيف. ايوه. حتى لو لا قدر الله، لو لا قدر الله استراليا واصله بملحق. لو لا قدر الله تونس استراليا، فكره ان انت توقع الدنمارك هي فرص الدنمارك واستراليا قدام الدنمارك تقريبا. الاهم بالنسبه لتونس ان هو يوقع الدنمارك ويعمل الدنمارك يعمل اي حاجه مع استراليا ومع فرنسا بقى. هو انت لو تونس وقعت الدنمارك وفرنسا وقعت الدنمارك تضمن انها توقع استراليا والاثنين يطلعوا بعض. فانت يعني ماتش الدنمارك هو حجر الزاويه بالنسبه للتوانسه 100%. مباراه فرنسا مهمه، ولكن مهمه على صعيد الشخصيه. ان احنا بناخد احتكاك وبناخد خبرات وبننافس افضل اللاعبين اللي في العالم، خاصه ان تونس ما عندهاش الاسماء اللامعه اللي موجوده في اوروبا زي مثلا منتخب المغرب. أيه. عندهم طبعا حنا بعد المجبري واحد من البروسبكت زي ما كنت بقول، عندهم وهبي الخزري، عندهم يوسف المساكني اللي كان ليه فترات احتراف قبل كده، عندهم اسامي موجوده احنا كعرب نعرفها كويس قوي. بس كاسماء بتلعب في القاره العجوز او قاره اوروبا او في الدوريات الاوروبيه، تقريبا وهبي الخزري هو الاشهر بالنسبه للجماهير، لان هو في فترته مع سانت اتيان كان مكسر الدنيا في الدوري الفرنسي. على العكس بقى، انت بتلاعب منتخب مدجج بالنجوم وكله لعيبه مهمين، ومنهم كيليان امبابي ومنهم اوليفيه جيرو. ايوه. وحدث ولا حرج. وبالتالي كمان المجموعه دي فيها واحد من العناصر او الحاجات الفارقه في عند المنتخبين. انا ما اتفرجتش على الاسترالي، ولو اني اتهيألي برضو ان استراليا مش هتكون بعيده قوي في حته اللياقه البدنيه، لكن اللي بنتكلم على اللياقه البدنيه عند استراليا، عند فرنسا وعند الدنمارك، اثنين من اعلى المنتخبات بدنيا، سيبك من فنيا ومهاريا طبعاً. لكن فرنسا طبعا فنيا ومهاريا يعني بتتكلم على بطل حامل اللقب، يعني بيشارك في البطوله وحامل اللقب. اثنين في نص الملعب، تشواميني كامافينجا. يعني انا عايز اقول لك انه كامافينجا، انا عندي ثنائيه كامافينجا وتشواميني في نص ملعب ممكن من وجهه نظري المتواضعه. أيوة. اقوى من كانتي وبول بوجبا. اقوى من الثنائيه. لا الثنائيه. تمام. جدا. يعني شايف كامافينجا بصراحه وتشواميني الاثنين هيسيطروا على وسط خط نص من منتخب فرنسا كل السنين اللي جايه. موافق جدا، بس مش السنه دي. اجتهاد شخصي. مش 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 بيز على فكره. كامافينجا ده شايفه من قبل ما يروح الريال. يعني احنا بنتكلم عنه تقريبا كل حلقه. قبل الهوا وبعد الهوا وفي نص الهوا. يعني عارف كامافينجا تشاوميني اثنين بيلعبوا في ريال مدريد، عندهم العنصر الكيمستري اللي ما بينهم او التناغم اللي ما بينهم، ولكن ما عندهمش خبرات دوليه كبيره. السنه دي ممكن ياخدوا الخبرات الدوليه دي، وبدايه من المواسم اللي جايه او النسخ اللي جايه، سواء من دوري ابطال او كاس الامم الاوروبيه او من كاس العالم، كثنائيه كامافينجا تشاوميني قطعا افضل من بوجبا كانتي. كانتي يعمل فرق مع اي حد، يعني تحطه جنب اي حد يعمل فرق، ولكن الفكره انه لما الاثنين يبقوا بيعملوا نفس المجهود. كانتي كان بيشيل بوجبا، كان بيشيل اي حد بيلعب جنبه
بيلعب جنبه كان بيميل اكتر لان هو يروح لقدام ويشوط. انا بوجبا بطل كوره من ساعه ما ساب اليوفي وراح اليونايتد، يعني انا بوجبا بالنسبه لي كان اليوفنتوس من ساعه ما راح. استنيت 2015. استنيت بول بوجبا في مانشستر يونايتد موسم ورا الثاني ورا الثالث ورا مفيش بول بوجبا، انتهى بول بوجبا. في الاساس هو لاعب مزاجي جدا، بيعتمد على ان هو بيعمل اللي هو عايز يعمله، بيلعب بمزاجه، فلما بيجي له مدربين ما بيعرفوش يتعاملوا معاه. شوف كده في الفتره اللي تالق فيها بوجبا مع مانشستر يونايتد اللي هي فترات شحيحه جدا. لا انا امنت يعني السنين الاخيره دي امنت ان في حاجه اسمها كيمياء في كره القدم 100%. كوتينيو في ليفربول غير كوتينيو بارسا غير كوتينيو بايرن، جريزمان في اتلتيكو غير جريزمان في برشلونه، يعني في لعيبه كده ما بيحصل الشفت وكان ال 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 التوهم الكيمستري ده تشال بيروح. عندنا واحد لسه ملاعبينه من كام يوم ممكن نقوله برضو في الامثله، ايدن هازار. هازار طبعا. تشيلسي غير ريال مدريد، غير ريال مدريد تماما طبعا. جاريث بيل توتنهام غير جاريث بيل ريال مدريد. ريال مدريد الكيمستري لازم تبقى موجوده. بول بوجبا لما تشال من مانشستر لما تشال من يوفنتوس راح مانشستر يونايتد ظل مش ما بيتوهجش غير في فترات شحيحه، اللي بيجي له مدرب يعرف يتعامل معاه بشكل نفسي كويس. غير كده بول بوجبا محتاج ان هو يلعب براحته، ودي على فكره على الرغم من مستواه السيء جدا مع مانشستر يونايتد، لانه كان بيروح مع منتخب فرنسا يكسر الدنيا ويبقى واحد من افضل نجوم البطوله. ليه؟ لان ديدي ديشان بيديله الحريه الكامله في الملعب انه يعمل ما بداله، مش مكلف بادوار دفاعيه، مش مكلف بادوار هجوميه، مش مكلف باي حاجه. بوجبا امسك الكوره اعمل بيها اللي انت عايزه، فاهم قصدي؟ فبوجبا بيتالق وبيحس ان هو عليه مسؤوليه القائد وعليه مسؤوليه ان هو يقود المنتخب هجوميا ودفاعيا، فبتلاقيه بيعمل اكسترا ايفورت. لما تربط بوجبا بمكان معين وتقول له انت تعمل واحد واثنين وثلاثه وما اشوفكش بتعمل حاجه غيرهم، خلاص بوجبا راح. فعشان كده بقول لك ان بوجبا مع نجولو كانتي ثنائيه جيده، ولكن بوجبا يعني مش اللي تعول عليه في كل الماتشات. تشاوميني كامافينجا اثنين نفس الكواليتي بنفس الافورت بنفس المينتاليتي بيلعبوا في نص الملعب، ثنائيه عظيمه. توقعاتك للبطوله رايحه على فين يا خالد؟ وشايف انه امريكا الجنوبيه ترجع للمشهد مره ثانيه في ظل الترشيحات؟ في ترشيحات كتيره جدا شايفه البرازيل والارجنتين اكثر منتخبين جاهزين لتحقيق اللقب السنه دي، ولا هتستمر او هيستمر اللقب في قاره اوروبا؟ لا اعتقد ان البرازيل ارجنتين الارجنتين تعرف انه في، انا مش عارف الطريق ماشي ازاي، بس في ناس كتير قوي بتحلم انه الارجنتين البرازيل لقاء نشوفه في كاس العالم ده. هو نيمار وطلعوا اوائل مجموعتهم الاثنين هيتقابلوا سيمي فاينل او برضه سيمي فاينل سيمي فاينل سيمي فاينل, سيمي فاينل. بس برضه بصرف النظر هيبقى لقاء فاينل بالنسبه لل، يعني انت هتستقبل ارجنتين وبرازيل كاس طبعاً عالم طبعاً. ده لقاء لقاء للذكرى. واللقاء الثاني اللي ممكن برضه يبقى للذكرى وللتاريخ برتغال ارجنتين طبعا، ده يبقى مواجهه يعني ما حصلتش في كاس عالم. ده كان في مسلسل شهير جدا معمول عن مايكل جوردن وجيل شيكاغو بولز، اسطوره كره السله الامريكيه طبعا NBA، كان اسمه ذا لاست دانس، كان بيتكلم عن فكره الموسم الاخير لمايكل جوردن في NBA. ده تقريبا نفس الوضع اللي احنا بنشوفه دلوقتي ذا لاست دانس. بالنسبه سيبك من ليفاندوسكي لان هو مش جزء من الصراع التاريخي ما بين رونالدو وميسي، دلوقتي احنا بنشوف ذا لاست دانس على ارض الملعب ما بين ميسي ورونالدو، مين اللي يقدر يوصل لابعد نقطه ومين اللي يقدر ينهي مسيرته بالشكل اللي يليق بالتاريخ الحافل اللي عمله لنا. صحيح. على كل الاحوال انطلقت البطوله مره ثانيه وهنقولها ونتابعها ونكررها كل يوم، كل التوفيق للمنتخبات العربيه الشقيقه قطر تونس المغرب السعوديه، نتمنى ان شاء الله ان حد منهم يروح لبعيد. وان كنت متفق مع خالد ان السعوديه والمغرب يمكن يكونوا المنتخبين الاكثر يعني حظوظا في البطوله، نتمنى كل التوفيق. طبعا تونس احنا انا شخصيا اعتز جدا واحب جدا الاشقاء في التوانسه، فنتمنى ان شاء الله لتونس التوفيق. قطر للاسف الشديد يمكن اعتقد والمباراه بتقرب من يعني من نهايتها، يبدو انها مش قادره ترجع فيها مره ثانيه، لكن تقدر تعوض معها السنغال معها هولندا. نتمنى كل التوفيق لاشقائنا العرب، ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات الافريقيه، بالتاكيد هم برضو في دايره الانتماء، قلبك هيكون معاهم في البطوله. نتمنى ان شاء الله يروحوا لبعيد، ونتمنى 28 يوم نستمتع فيهم بوجبه كرويه كده دسمه تصبرنا لغايه لما ان شاء الله نشوف منتخب مصر
26 في كاس العالم. خالد عامر امتعتنا وشرفنا بوجودك معانا في سادسك العاده. شكرا جزيلا. وهنتقابل كتير ان شاء الله على مدار البطوله. شكرا ليك. شكرا لكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده السادسه. تحياتي ليك.